بطلت الحين خلاص ما اروح والله يسوي 10 سنوات خل نعم. صار حاشني هال الربو نعم ما انزين اشتغلت مع وزارة الإعلام في إدارة المتاحف عدل نعم. كانت إدارة المتاحف تابعة لوزارة الإعلام نعم. وكان مديرها المرحوم صالح شهاب عدل نعم. عمو فيصل الله يرحمه عدل بديت وياهم من 60 تقريبا كذي 61 61 واستمريت ايش كثر وياهم لو ما أخذ تقاعد لما التقاعد متى التقاعد كان ما ادري بالثمانين تقريبا 80 يعني أيوة. فوق العشرين سنة تميت وياهم فوق العشرين فوق العشرين سنة تميت 25 سنة نعم والسنتين هنا أو ثلاثة هني بالمستودعات في المستودعات في الكويت اي حوالي 28 يعني. شنو عندهم بالمستودعات؟ مستودعات ذي الساعة شفت كيفان هذه؟ اي كانت نص يسمونها اليارد يسمونها؟ المنطقة اليارد اليارد؟ اي اول مره اسمع بهالاسم اه هذه ايه؟ اليارد احنا اول ما اشتغلنا في قسم حديد اي في قسم سميت ماخذينها من الكلمه الانجليزيه يارد ايه؟ يمكن يسمونها ايه؟ اليارد اي ايه؟ مخزن يعني في قسم حديد اللي احنا ايه؟ اشتغلنا فيها نعم في قسم اسمنت السميت نعم في قسم سيارات نعم. سيارات بصناديقها نعم يجيبون ايه في الارض مو ارض بره ماكو شو اسمه نعم محوطه اي وفي الاخشاب مال بنا ما بنا هذا الشيء نعم. هذا الابيض هذا الخشب نعم اي هذه شو اسمه في اقسام كل واحد فيه في موظفين تسلم وفي موظفين استلام نعم احنا نتبع الاستلام موظفين من اللي يسلمون البضاعة تبعهم نعم. فهذا اللي اسمه احنا خاص بالحديد قسم نعم. الحديد هذا كله بكيفان كله في كيفان اي اي مخازن اي نعم اي نعم اي نعم اي نعم. نعم بس وما فيه هذا ما كله بس مكاتب ماكو مخازن مقبغة ولا شيء مثل نعم. اي هذا اللي اسمه شنو فيها كيفان ذاك الوقت فيها بيوت فيها بيوت يعني فيها بيوت بس مو كلها مو كلها لا مو كلها فيها أقسام مبنية إيه وفيها أحوط مني ومني إيه محوطة كلها إيه ما إيه. تذكر مقبرة كان فيها والله ما أتذكر ما يجوز والله يجوز ما أتذكر إيه ما أتذكر إذا قضيت سنتين أو ثلاث في كيفان وعقبها بعدين انقلونا يوم ظلم بياخذون هالارض انقلونا قط منطقه اربعه فوق شوي نعم شويخ من ذا اي شويخ نعم اي في مناطق بعد تابعه للبضايع وكذا في مخازن حق اغراض الصغيره وهذا وفي محل حق تسلم كذي الحديد وما فحولونا ودونا هناك إيه؟ ورحت فيلتشا بعدين جنة. بعدين عاد فيلتشا انتقلت الى فيلتشا هناك عندكم الاثار اي نعم اي نعم كنت احد المسؤولين هناك اي نعم كنت تابع موضوع الاثار اللي هو الخضر والمواقع الاثريه القديمه ايوه نعم فكنت انت مشرف على الموضوع هذا اول كان واحد وياي قبلي انا نعم إيه عبد الرحمن احمد صالح عبد الرحمن يعني صالح من أيوة. جماعتنا بعد هو قبل اي طالع هو ظل 3 4 سنوات نعم. وانتقل للكويت هو نعم. فانا استلمت انا الجسمه كنت انا عامل المخزن في ذاك نعم. الوقت نعم. بعدين لما راح عبد الرحمن نعم. حولوا الى مسؤول خدمه ناظر تسبو
به الأوطان بالعلم والإيمان ليسعد الإنسان.